إلى الأمام إلى الوطن رحم الصعاب والمحن إلى العمال والقبن أخيرا جاء من بطن لأمريكي شن وروسي عشتي كيب سوبر تونسي 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 حبو سبايسي تونسي تونسي برشا برشا سيدي بوسي في البلو سكاي مع الشمس بوزي عامل ضجة توتي بوسي تشجع ما خلاها بنا منانا سترنا آمنة أشرار استنى الآونة دول تعمج وكلا غير تلين باتمان يتشكى يدير فلاين فاش قام تتلك زيد فاين أي وين كاي سوبر تونسي سوبر تونسي سوبر تونسي أباري هذه تراديسيونيل تراديسيونيل بعد ما تطهر تعمل غطسة في البحر تقوم لابس بلي سامحوني يا جماعة اخي مش كاين غرق بصير نعملو تنفس اصطناعي هكا تنفس اصطناعي من غير صديق ساسية من بان نجم حتى ندير ها اسمع دبر راسك انت وزير القوى الخارقة يلزم تلقى لي حل اي توت سويت انا راني بنت حلال وجبت لك السيرة نتاعك تفضل قصة معايا عبير عودي سيدي جا قصيد طلق والله العظيم ما يصيرين تسمع النفقه لما نجبدها من عينيك باي اقسم بالله العظيم لما نوريك شكون ساسية المخروه ولا بطل خارق المخروه ولا بطل خارق تير يا مخروه تير جنح يا المخروه اما لا بربريز عملته يديك تتلف في الحرير يا فيصل خرج يديك من الحرير وحضر لي برابريز جديد أي عاود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة شفت الأرتوز شو يعمل شفتها ومش مسافة عمرة نطفى عليك سيد رئيس الحكومة نعم عندي خبر خايب شو هو تكلم انتقد بطلنا الخارق عثمان التونسي شبيه قتلوه ها قتلوه شكون اللي قتلوه كيفاه ما نعرفش نلقاوه مقتول في دار يا والله مصيبة يا والله مصيبة نمشي نلبس حوايجي ونجي فيسع سيد الوزير شخات تعمل؟ نعم في مساج عندي أرتروز كين أرتروز متاع قوم فيسا قوم فيسا نمشي ودار عثمان فيسا فيسا اسبق انتي تنخل تسبق نكمل المساج ونخل قوم قوم يا ربي أنا كوزي فيش في الكاب تاعك توا جيو كل الجمهورية يرقى الحكومة تغرد قضاء وقدر مات بابا العالم الكل يستنى فيها يا سيد رئيس الحكومة بوتين هذا كلام نبي علقني في الكرملة حب نعرف شكون قتلوا وكيف قتلوا حسبي الله ونعم الوكيل اسمي الله لولا الخدام الوحيد اللي عندي في الوزارة شو نعمل ما بناخذ له بثار سيد رئيس الحكومة كاميرات مزروعة في البلايس كل أنا اليوم نطلع لك الداكسة أنا اليوم نطلع شكون قتله أو بالكود هذا وي نجم يكون 4-0 كما تونسي طو هكا
سيستيم دو سيكوريتي نتاع بطل الخارق 4-0 ترا شو تاريخ ميلاده؟ قداش تولد هو؟ نهارتها المطر تصب خيطين من السماء. سيد رئيس الحكومة طيب مش عاودي نفس المعبوكة؟ فأنا عام ثبت المطر يعيش. 14 مارس 1985 دونك 14-85 اونتري. شوي بشوي ما نزربوش رواحنا ونركزوا مليح مليح، نخافوا تويكا لنضيعوا الكود ونخسروا لي كاميرا داكوردو. باهي جتني فكرة. شنو هي؟ عم تنقيزة بالله يجيب لي فليجة متاعي حشتي بها. شنو هي؟ في بالي انت اخف قلة الحياة. عندي البرودوي نتاع الشرطة الفنية هذايا رشوه على الكلافيي شو وبعد نشوفوا اخر ارقام نزل عليها مع عثمان. شوف السحر هو الكود سيد الرئيس 1485. يا اخي مش كتبناه توا هذا؟ صويب عين صحيح باين. ايش هو الحل توا؟ عثمان قبل ما يموت بريود دخره كان داخل بعض، كان في باله اللي باش تصير له حاجه وباش يموت. هو سيرتينمون عارف اللي الكاميراوات مزروعه في الدار الكل، اكيد راهو خلالنا انديس. اش تقصد؟ تبعني في الريزونمون تاعي سيد الرئيس. ستة وردات معناها ستة، نجمة معناها خمسة. تحل الكتاب تلقاه مقمر في الصفحة التاسعة والأونو. ذولي واضحة كي سيد الرئيس؟ لا ما فهمتكش. عندك واحد تسعة خمسة ستة تاريخ استقلال تونس. باش تجلطني انت اليوم توا شنو وطا؟ باش تجلطني باش تجلطني انت باش تجلطني توا؟ اه برمشي شوف برمشي شوف اقوى واحد بيراد في البلاد جايب لي بيراد بتاع كارت اجلاند. زيد زيد بيم بيم عجبك هكا تطيح القطار سيد رئيس الحكومة؟ برمشي برمشي حالا نجيب لي يا ولدي بيرات متاع انفورماتيك. باهي هاي سيدي اشكون البهيم اللي حط الكود 3 مرات بالغلط؟ هاو باهي مش مشكل. الحكاية كانت تتطلب دقيقة أو باش تتطلب أكثر وقت، أما البي سي هذا باش نحاول ندخله بالبي سي متاعي. آه شفما؟ نسيت المود باس متاع البي سي متاعي. شفما؟ سي مش مشكل، عندي الحل. لازمنا نجيبو جيني متاع بيراتاج. معناها نجيبو بيرات باش بيراتي البي سي متاعك باش أنت سيادتك تنجم تدخل بيراتي الكاميرا ولاتي اللي أنا جايبك أصلا باش بيراتيها من لو. ايما لازم يكون جيني تاع بيلاتاج. تو ننت بوجهي تو تبجعد فلك عليك نقتلك انا. عندي المود باس 4-0 قلت لك شي توانسه كل 4-0 هاوز ميمو. اسمع عيش ولدي قل لي الحكايه هذه تموت ما بيناتنا احنا ثلاثه وفا احنا الاربعه، على خاطر غدوه اذا العالم يسمع اللي عثمان تقتل لما نمشيو فيها. سيد رئيس الحكومة، رئيس الحكومة، عرفتوا شكون قتل عثمان؟ شكون علمهم هذا؟ وبيب Your Majesty Vladimir Zarabia Kim? Thank you. All right, so who murdered it? Oh, not me. Me neither. Don't look at me. I wouldn't dare. No problem.
I'm glad to be rid of him. Time to wipe Tunisia off the map. Yeah, cheers to that. Zarabia. المريض اللي نشوفوه توا الكاب تاعو قراب ياسر، عنده 22 كسر على مستوى اليدين، 36 كسر على مستوى الساقين، وجرجره تاعو مهشمه تماما، وعنده ديسكسيون دو لاموال ايبينيير، معناها لو كان عاش باش يكمل بقيه عمره على الكروس. دكتور توا ما فماش من نوفيل تكنولوجي ترجعوا يمشي على ساقين؟ هك بعد خبره 35 سنه في جراحه العظام تقول يرجع يمشي. لو كان يرجع يمشي انا شلاغ من حجمهم. السلام عليكم دكتور، بربي الخلاص لهنا ولا لوط؟ سيد وزير ركز معايا يا عايشك، ركز معايا وطيش عليا التليفون. أنا معك. شوف فيما يخص البيرات ما نحب يقلقوا حتى حد، يلزم يرقى الكود نتاع الكاميرا في عقله. أوكي؟ فوالا. ويظهر لي فيما يخص قتلان عثمان بيست واحدة ما تكفيش. وما انه بيست واحدة ما تكفيش يلزمنا ديتكتيف بريفي. يا ولدي كلابية نسمع فيك راني من بكري وسمعت فاز ديتكتيف بريفي. اش قولك كان جيبوه من امريكا؟ شو نجيبوا واحد من امريكا يطلع لنا على الامور؟ صلي على النبي. يا ما سامحنا مش لقاه في تونس واحد على قدر المسؤولية وحمل القضية كما هكا بتاع عثمان؟ توا عندي سنين عرفوني بواحد مهف كبير ياسر. تيان يضر لي هو الحل. الدليل الأول، الضحية نلقاو في ظوافرها بقايا متاع جلد بشر، يعني إنه الضحية تفرعت مع القاتل قبل ما يقتلها. وبالتحليل عاد سيدي خويا نعرفوا الجلد هذا متاع شكون؟ سيد محقق. الدليل الثاني انه البلار اللي طايح من الشباك موجود خارج الغرفه مش في وسط الغرفه، يعني اذا كان القاتل داخل من برا باش نلقاو البلار اللي طايح من الشباك داخل الغرفه مش خارجها. وكيف جيت نثبت في الليست نتاع العباد اللي عندها اكسيه للدار لقاك كانت يا عندك اكسيه. تعرف هذا اش معناتها؟ معناتها انت هو القاتل. يا ودي عندي نهارين مستعرف. مستعرف؟ علاش جايبهولي؟ سيد المحقق قلنا باش نطلعوا له الباقة ونعديوا له الحبس، يا أخي أنت قلت جيبوا له البير. طب أنا مثبت اللي السيد هذا باش يعاوننا. هوكو طلعوا. خذاها شوية وقت ما كومان طلعوا. سيد المحقق. سيد رئيس حكومة. شو سيد المحقق؟ أنت السيد الوزير الخارق جيتوني على قضية مقتل عثمان. كيف عرفت؟ لا يا سيد الوزير كلمني قبل ما تجيو. أنا كلمت في التليفون. شو عايش ولدي؟ المسألة خطيرة برشا 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 وما تنجم تحلها كان أنت. سي أن كيستيون دو في ودو مور. نجيب حرابش النسوة بتاعي تك تك ونخلط عليكم. شو؟ ليه ها ما تقلقوش رواحكم، عندي مشكلة صغيرة برك ننسى جست الأسامي والوجوه كهوة. حطيتهم استغفر الله العظيم يا ربي. سامحوني يلزم يظهر لي زاد نشرب حربوشه. تفكرني وين حطيت حربش النسوه؟ يا اخي شكون عينه هذا؟ يا اخي ما هو انت عينته؟ يا اخي كل حاجه خايبه تحب تحطها في انا، ما هو انت قلت لي كلمه. بالله اعطيه حربوشه ما كحربش النسوه، خلي يذكر اللي هو اللي عينك. نسيت وين حطيتهم. زاد اسمعني، المشكل يلزم يموت انا. المساله مساله امن دوله. داكوردو؟ سيد رئيس الحكومة
بربي قبل ما نبداو في اي حاجه عندي سؤال. السيد لابس منو هذاك؟ شكون نجم نضربو؟ خالي خالي سليمان يحيى العظام وهي رميم. سليمان خليتك مجبر بكلك والطبيب قال لنا في عربي. خي قل لي شنو اللي صار البارح؟ والله ماني عارف يا خالي. اخر حاجه نتفكرها كي مشينا لك عثمان ولا شيء. مش 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 بيك يا خالي. عثمان ما جبتوش اصلا. طب نحكي لهم حتى نحكي لهم. اش فما يا اخي؟ يجط لك ليه ليه؟ علاش نستفيل على روحي انا لاباس؟ علاش طالع خالي؟ يعيش ولد اختي دايرني قريب 50 دينار يعيشك. تفضل اركب. ما قلت لك شكرا انا ب 50 دينار. ما تحبش تركب انت. تحب تروح على سخيك. هات 50 دينار. سوق بايخر. نسوق مالاش نعمل. بسخر. الله يرحم والديك يا وليدي. الله يرحم والديك. كيفاش عملت الفازة هذي؟ لا هذي اللي منع الطفل الصغير. علاش نخسر؟ شنو نعملوا البيز؟ ايش من بيز؟ ايش من بيز؟ انت راك ما فاهم حتى شيء. شو سيد الوزير؟ فيما يخص قتل عثمان لازم نخليه المحقق والبيرات يخدموا خدمتهم 100% تا واحد منهم يرقى خيط. اما اونتر طون يلزمنا حل ارجع. اش تحبني نعمل انا؟ شوف ها نقول لك اش باش نعملوا. يلزمنا نحلوا كونكور في ابطال خارقين وحد اخرين. كيما لقينا عثمان بطل الخارق 100% راه فما ابطال خارقين وحد اخرين في البلاد يحوسوا في الشارع وما فطن بهم حتى حد. البلاد هذه ولاده بلي بالك سخانه سهله. كنخرج انا يعرضني واحد يقول لي بطل خارق خلي ايه ونجيبه معناه. اذا مش سهله خلي بلاصتك لغيرك سيدي. لا 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 طون تحمل مسؤوليتي وهذه مهمتي حطها على عاتقي. نخرج مروح لك كان بطل خارق. يا هيا قوم. لحظه برك نكمل وصلت نيفو 17 وبعد نمشي. انت وصلت نيفو 17 انت؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. او ها البلاد بعدك خلدت عمي. ربي حلي ربي حلي يا ربي حلي يا ربي حلي. الله لا تربحوا الله لا تبارك له لا دنيا لا اخره اللي طلعت منها. اسمع اسمع دعاء الام راهو مستجاب. يضل فيه تمشيت فجيرو يا جورت شباب امي استهدي بالله. لعل مش بالعالي اللي قلت له ولا لعل عنده ظروفه ولعل عنده صغار. امي اللي قلت له ندعي ندعي وزيد ندعي يا ربي حلي. احرق قلبه ابوك كيما احرق لي قلبي على عثمان. يا حليمه ادعي على اللي قتل عثمان وام وابوه وعرفوا الكل الا خالو لا بريء براءه الذئب. امي امي راه موضوع كبير راه قالت انا وقتك كيما كي مشيت. ايش فيك يا بنبوله؟ ايش باش تحكي لها امك؟ باش تقول انا قتلت عثمان؟ والله والله ما قتلته يا خالي. دخلت نلقاه يبقبق في دمه باش يموت. وشنو انت؟ يظل يعطاني القوة الخارقة متاعه. عطاك شنو؟ القوة الخارقة. انت عندك القوة الخارقة؟ مانيش نفدلك يا خالي والله بالحق. في قلبي ديريكت كي نطلع نكذب عليه كان. المخروع عنده القوة الخارقة. سليمان ولد اختي عنده القوة الخارقة. سليمان ولد اختي قتل عثمان وعنده القوة الخارقة. صار انت اللي قتلت عثمان يا ولد الحرام. شفت شنو صار خالي؟ الله لا تربحك لا انت لا امك. عثمان مات الله يرحمه. ولدي والله بطل خارق. عايش امي عايش امي عايش خالي. وربي راهي المسألة اختيرة على الاخ. راهو اي بطل خارق في العالم لازم الناس ما تعرفش وجهه. هذاك علاش من اليوم لازم ندور بماسك. حتى عائلته لازم الناس ما تعرفهمش. تختار تولي وتعيش وراه. تموت لهنا الحكيم تقولي لحد. عايش امي هنين. أنا لقيت لك البطل الخارق اللي تلوج عليه. الله يبارك. أنا أسرع رجل في العالم. شفت الضوء؟ أنا أسرع منه ب10,000 مليون مرة. النجم ندور العالم الكل في ربوع ثانية. ليه مش ربوع ثانية؟ الربوع متاع الجزئية متاع الثانية. سي بيان.
ترى ورينا كيفاش. شبيك تتلاعوك يا ولدي؟ ورينا ايش نجم تعمل؟ سي بون مشيت وجيت. لوين؟ فرنسا فرنسا. معبي باريس توا على الاخر. واو. هذا هو. هذا هو اللي حاجتنا به. واو. باهي تعرفش كيفاش؟ اختف لي باجيت من غاديكا ويجا. توت سويت بيان سور. والباجيت ويني؟ الكوشة مسكرة. قل لي يا ولدي، أنت خادم الجيش؟ جيش؟ هرب أسرع من الضوء. شوقي نورونا، السيد ذي قادر إنه يقرأ عقول الناس. الموهبة بتاعه خممت إن نستعملوها في التجسس على عقول زعماء العالم المعادي للدولة التونسية. خرق العادة، أي ورينا إيش نجم تعمل؟ أنا نجم نقرأ مخ أي عبد ونعرف إيش يخمم. أيوة والله كده ها؟ باهي سيدي، فاش قاعد نخمم أنا توا؟ أنت تخمم بلي أنا قاعد نكذب توا. والله صحيح. تجيبها صحيح؟ برافو. صحيح. معناتها أنت تكذب باكش قاعد تقرا في المخاخ. صحيح. أما أنا نعرف بلي أنت في بالك بيا نكذب. إيه وتوا فاش قاعد نخمم أنا؟ أنت تخمم باش تبعثني الروح خاطرني نكذب. أيا برا روح. السلام عليكم. عليكم السلام. السيد هذا عنده قدرة عجيبة، قادر إنه يتحكم في الوقت، واللي يتحكم في الوقت يكون هو المنتصر في الحروب. معناها كي الدول المعادية تبعت الجيوش متاعها باش تعتدي على سيادة ترابنا، السيد هذا قادر إنه يوقف الوقت ويوقف لهم جيوشهم، نبعثوا جيوشنا. ترى ورينا سيدي وري. بعد اللحظة هذه العالم الكل باش يولي رالونتي. رايكم في العالم كيفاش ولا رالونتي؟ ما امشي يا مرحبا. اجي هنا اجي مد لي طنق في صباتي. تعرف يا ولد اختي، انا والله خايف لجريمة القتل متاع عثمان هذه توقع فيك انت. تمشيش تقول لهم خالي هو اللي وصلني. هذاك شو مقلقك انت خايف على روحك؟ تهنى ما نقول لهم شيء. ايوا جابين هكا هكا الدار كلها صباعي هكا. قوم مكي قوم هز معايا البنك خليك نستحقوا. قوم هز معايا قوم دير معايا قوم تقوم انت وانت كي قدس العزاء. ما تقول لي قدس العزاء هذي شنو المنطق العادي؟ ما تقول لي احترم روحك قدر روحك. ماشي تغرسك الباص. بسم الله على خوي. اخي شنو هذا لوح هذا ولا رصاص؟ اخي ماكش بطل خارق انت، علاش ما تهزوش انت البنك؟ ايه نهز. ما نجمش نهزو بيد واحد. ها اما نجم نهزو بصباع واحد. هاي 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 ورينا عاد ترى. اقعد تفيش علينا. واش نجم نعمل بيه زين؟ الله الله الله. اسمع دي بتاع الغرير برق جاتني فكره مش نورمال، مش ندخلوا منها برشا فلوس. مرحبا بكم في الدور النهائي لبطولة تونس لرفع الأثقال. موفق للجميع. لحظة لحظة خوي، بلاه جايبينا من آخر الدنيا ومعطلين أمورنا على زوز حديدات هذوما؟ إهانة للكومبيتسيون. زيد معلم زيد، تفرج تبارك الله يديه حبل الراجل معناه يعطيها. يسخن بيهم السيد هذوما، زيد عاش خوي، ربعين. زيد خوي زيد. زيد. Thank you.
شوف يا ولد اختي، تبع خالك تشبع فلوس. اجو جو ريتو هذا، هذا ولد اختي انا لونترنور نتاعو، انا مربيه على زيت الزيتونه والعسل وزيت النضوح والقمح والشعير. واش كيفكم انتوما؟ منفوخين هكاك بالفارغ، زرقوا طعنوا في الزرارق طعنوا في الزرارق وطعنوا في الحرامش، فهمني؟ الشوفان قطعتوه من البلاد. تفرج 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 فيك الحاله الجهامه والبهامه مسوب يدخلوا الكل مع بعضكم هكا باش ترجعوني. سليمان اتاك. بون، وحتى الديفونس باهي. شوف الولاد باش نكونوا واضحين، صحيح انا لساني موذي وقبيح، اما راني راجل كبير وشاد في شعره، ديجا الشعره شاد. اضربوا حقكم حقكم باش تضربهم بربي وجه هلال، خاطر انا مزاودي ونخدم بالفيزاج. اقسم بالله وذني تو تزمزم من الخوف عليه. اخي وين مشيت انت خليتني وحدي وانا مستقوي بيه؟ الريسبونسابل نتاع الصاله قالت لي حاجتنا بيك باش تشارك في بطوله العالم تاع رفع الاثقال. رفع الاثقال؟ تعرف جاتني فكره باش ندخلوا بها برشا فلوس. مش انت بطل خارق؟ اي ما نشد عندك. لا حول ولا قوه الا بالله، ولد اختي مشى، ولد اختي مشى، لا حول ولا قوه الا بالله. هكا هكا السوق وقل هويش هكا. والله لا ريتو، سامحني. يا الله يا اختي يا اختي، لا تربحك اختي، خسفت لي شبابي. سامحني. لا تربحك اختي. يا ربي زعما نعيش يا ناس، زعما نعيش، نعمل عمر لامي ونقد دارنا. ما الله غالب، الله غالب، يضر لي باش نموت. مت انا مت. والله اللي ما نشكي بيك، والله اللي ما ندخلك الحبس. بربي لا تشكي بيا، بربي لا تشكي بيا. قل لي شنو تحب، قل لي شنو نعمل. شوف يا مدام، عندك حل واحد. شنو هو الحل؟ برافو يا ولد اختي، برافو. هاي الخدمه ولا لوح يا ودي؟ قالوا عرب القلوه خالي. تو مش ظلم المراه نحينا لها فلوسها؟ لابس لي مريول مع عند محزن فيري ب 7200، السروال مع عند بودعدوشه دفعنا 10 وقاعد يسنى 10، تو عنده 4 سنين. والصبادري هذه واخذته امك اعانه في الفيضانات نتاع 2016، فهمتني؟ يعني بكلك في قالب بعضك ب 32 دينار وتقول لي ظلم. تو مش انا والظلم. ما نعرفش خالية، سامحني، نحسك حسودي شوية. حسودي شوية؟ أنا حسودي ياسر. نعم. أنا بغضي بغضي. إيه علاش ما تخدمش تو خالي باش تعمل هكا ثروة كيف؟ أنا نخدم. ما نخدمش أنا، أنا نحب روحي نبدأ قاعد في القهوة والفلوس هابت عليا كالشتاء. جو جو. وي حذر حذر روحكم بكرهة بكرهة بكرهة. لا حول ولا قوة الا بالله. ولد اختي مشى، ولد اختي راح. يا والله نهار مبروك يا ربي، يا والله نهار مبروك. اعتذر منكم يا اخواني، هل انت بخير؟ لقد تدقدقت كرائمي. يا خالي يا خالي، زعما نعيش يا خالي. حبيت نعمل عمر لامي وحبيت نقد دارنا، ما يضرني يلا غالب مش كاتب. ولد اختي مات، ولد اختي مشى. اسمعني تعرفش كيفاش؟ انت ظاهر فيك انسان معناها طيب والايمان ظاهر على وجهك، اعطيني انت الفلوس تو انا نمشي نداويه. صحيح عندي انا فلوس في الكهرباء، اما فلوس تبرعات نتاع فقراء ومساكين ما نجمش نعطيك منهم، خاطر ماشي تو باش نوصلهم لهم. ما يسالش، مستعد انا نتحمل المسؤوليه الكل، كان لازم ندخل الحبس. اما فلوس الفقراء والمساكين لا، يلزمهم ويخلطوا لهم. ايه والله ثانيه محليك، شرفت بمعرفتك. يعيشك. هاي الناس وهاي التقوى، والله فيني فيني يكثر منك الناس. بفضلك اعطيه مليون. ايش تعطيه؟ اعطيه مليون من فلوسي. اعطيه ولا لا يا اخو فرانك، من فلوسك. هاي اعطيه، ربي فضلك يا بابا، ربي فضلك انت ان شاء الله في ميزان حسناتك. الله والله فيني كيك العبيد تاكل في بعضها برا، يرحم الام اللي جابتك. عيشك. اي بابا، ربي يكثرهم عليكم ان شاء الله في ميزان حسناتكم. هذا التوصيل اي موجود في الكهرباء. لحظه برك، انا التوصيل بتاعك غير توصيل، عامل فيك ثقة، الناس بوجوه. السلام عليكم. عيش بابا الغالي، والله فيني والله. والله العظيم عبيد تكل في بعضها على الدنيا، هاي الناس، هاي الناس الباهي. ربي معاك. عليك. أعطاني درس في الحياة هذا.
يا شاء الله لاباس يا خويا. عايش يا باهي. الامان. عايش. درس في الحياه سعيد هذاك. وي سوسو. اهلا صفاوة. اسمعني. هيك العرقيه والقميص اللي هديتهم لي امك العام لبستهم وخرجت بيهم يسخيبوني امام. هي عقبت على زوز بهايم. نحيت لهم مليون. شفتك طبع خالك ولا في ساعتين من زمان اوفز قد صورنا فلوس هاك صورنا الخير والبركه خالي تو نروحوا ناكلوا حويجه نبدلوا حوايجنا ونخرجوا نعملوا دونا. لا لا استنى حتى لما تحق المزود اخي ما تشبعش. خالي مشى. واي 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 يا مك يا مخرب بس تعودها مخرب. اسمعني الفلوس اللي لما ينام الكل صرفتهم عليك في الكلينيك. بسم الله بشي يا بلون. انا اقول لهم راني مضروب لو جاي باش تقتلني داووني هم يقولوا لي كما تخلص. اخي قداش بقى فلوس؟ زوز ملايين. زوز ملايين. برجولي قعدت نخمم. سيب علينا برجولي من ثنية الحرام ولا لتواتين. يا ترى ربي طايح فيك. الله يسلم فمك يا بختي. ثنية الحرام هذه ما عندها وين توصل. شنو رايك نخلعوا بعض؟ اش قولك نخطفوا طفل صغير ونطلبوا فدية؟ فازع حلوه. فما روضة في الدورة متاع ناس كبارات. أي يقوم أي يقوم. يا دي اقعد شبيك استجرمت أنت جد عليك؟ ربي طايح فيك وماشي باش تخطف طفل صغير؟ فدي راهو ريسك يا خالد. اللي كان يسمع بي واحد اللي عثمان آخر واحد شافه قبل ما يموت هو أنا صدقني قضية القتل لابسها لابسها. طحت شعرة في عينيك. حل ما تخافش. ايش بيه؟ وراك وراك. محمد. سمعتنا شو كنا نحكيو؟ إلى الأمام إلى الوطن رحم الصعاب والمحن إلى العلال والقبن أخيرا جاء المنضبن. لأمريكي شنور روسي بسوب تونسي لأمريكي شن وروسي معشتيك بسوب تونسي لأمريكي شن وروسي معشتيك بسوب تونسي لأمريكي شن وروسي معشتيك بسوب تونسي. حبو سبايسي تونسي تونسي برشا برشا سيدي بوسي في البلو سكاي مع الشمس بوزي عامل ضجة توتي بوسي تشجع ما خلاها بنا منعنا سطرنا آمنا أشرار استنى الآونة دول تعمو جوكرة غير تلين باتمان يتشكى تير فلاين فاش قام تتلكش زيد فايم أيوين كاي سوبا تونسي سوبا تونسي سوبا تونسي أبار راي